دم آدم وليد اللي عنده 7 شهور موقوف حسب عائلته اللي تقول إيقافه من 7 شهور كان بسبب تعليق على تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليق على تدوينة. التعليق هذا يضمن اسم سياسيين وهما زوج سياسيين وهما راشد الغنوشي وعبير موسي. الحقيقة الحكاية غريبة شوية لأنه احنا نشوفه أنه الناس الكل تعلق على مواقع التواصل الاجتماعي وتحكي على كل السياسيين دون استثناء، ولكن شنو اللي صار في موضوع آدم هذا اللي باش نحاولوا نعرفوه من والده سي سامي جبالة معنا بالتليفون. سي سامي صباح الفل، مرحبا. صباح النور اختي، اهلا وسهلا. سي سامي شنو اللي صار بالضبط مع آدم ومن وقتاش وقديش عمره؟ احكي لنا ساعه على آدم شويه، قديش عمره؟ آدم عمره 26 سنه وقريب يعمل 27 سنه، في ماي يعمل 27 سنه. يقرا في سونتر في حمام لنس، يعمل تجاره عالميه. اون برانسيب يعني صحابه تويك كملوا لو 19 جانفي، كملوا خذوا الدبلوم تاعهم. انا عندي 4 سنين وانا نصرف عليه مشي وجاي وقرايه ودرات، نستنى في لحظه باش ولدي يتخرج. لكن للاسف نهار 14 جويليا تدهم علينا تقريبا يعني 5 كراهب من مقاومه الهجره بالجورجاني، ويهزوا للبورتابل نتاعه ويهزوا بي سي اخته تقرا بيه هزوه له. شنو هي التهمة نتاع؟ يقولوا لا، أنا حسب المحضر اللي قريته أنه في فترة الاستفتاء هو فما كلوب هاوس، هذايا أبليكاسيون على الإنترنت اللي ما يشاركوا فيها الناس ياسر، يشاركوا فيها صحفيين منهم خونا حاتم بالحاج نتاعكم نتاع المسافات يشارك فيها، وولدي أي زميلكم وولدي يعرفوا مليح وكل شيء ديما تشارك. اي مش هذا موضوعنا، تحيتنا الحمد لله. لا مش موضوعنا هو، انا حبيت نعطيك فكره وبرك. اي نعرفوه. المفيد انه فما سيد هذا في المجره يتناقش معاهم كل شيء، هبط كتب قال راهو راشد الغنوشي هزيناه من تونس، هزيناه القطر باش يستفتي هذيك. كتب له ولدي حرفيا حسب المحضر ها 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 انت توكي هزيت راشد الغنوشي كم نهز عبير موسي. فهمتني؟ من وقتها هذا التعليق معناها اللي عارف. هذا التعليق حرفيا. فهمتني؟ هزوه وقفوه النهار في الجورجاني، والنهار الثاني يوم السبت وقتها نهار السبت وقتها هزوه للتحقيق. هزوه النيابه العموميه حالته على التحقيق. في التحقيق يعني تحدث مع حاكم التحقيق، وحاكم التحقيق مقتنع قناعة تامة أنه ولدي ما عندوش حاجة حسب الاختبار اللي عملوه على البي سي، ما عنده حتى شيء. كل عملنا له زوز مطالب إفراج. المطلب الأولاني ترفض والمطلب الثاني ترفض، وأخيرا يعني عمل 6 أشهر عيط له من السجن وجدد له المدة في الإيقاف. وشنو التهمة نتاعو؟ هذه هي هما تكوين وفاق حاطين لهم. يعني التهمه تاع المجموعه كل هو وبنيه اخرى حسيت حاطين لهم تهمه تكوين وفاق. وبنيه اخرى مع بعضهم في القضيه هذه. في نفس القضيه. فهمتني؟ تكوين وفاق ماهوش تعليق، راهو ما فما فرق بين تكوين وفاق وبين انك تعلق على يعني التهمه العامه تكوين وفاق. هو شكون شاكي بهم؟ شاكي بهم ليزي، على اساس ليزي قال ترى يغيرونا في الارقام وفي المواقع نتاع الناس في الاستفتاء. كيف عملوا الاختبار؟ ولدي القوة اللي ما عملش حتى تغيير، يعني على التليفون نتاعه ما فهمش حتى تغيير، ما خرجش اي تغيير. دونك الجهة الشاكية هي ليزي. هي الجهة الشاكية هي اللي الأولى، هي بالأصل يعني هي اللي شاكية. فهمتني؟ ما علينا. أخيرا يعني مدة أسبوع لك حاكم تحقيق قال لنا جيبوا لي مطلب سراح، قال المحامي بتاعنا جيب لي مطلب سراح. عطيته مطلب سراح، وقع سراح نهار الاربعاء، لكن النيابه العموميه هي اللي استنفت القرار وقعد بحال ايقاف الى يومنا. يعني قعد موقوف ما روحش. قعد موقوف ما روحش. نحن سالبين تويك. انا عملت فيديو نشرته على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وبعثت منها نسخه للسيد الرئيس الجمهوريه، وبعثت له مراسله شرحت له فيها الوضع ككل، ونستنوا في رحمه ربي الى يومنا هذا. فهمتني؟ والولد كومبريمي على الاخر في السجن،
ديبريمي. العائله ديبريمي عنده اخته تقرا 3 لتر، عندها مسكينه فقر دم، وزادوا عليها بالدخله اللي دخلها علينا، وهو موقوف ما تصوريش اخته تلك الحاله اللي فيها، وهو الحاله اللي فيها غادي دون نحن هنا كل جمعه كل اسبوع نحن نمشوا له، يعني من جرامبيليا حتى الجورجاني مصروف نتاع ترانسبور ومصروف نتاع ماكله وكلي تعرفهم كل. يعني هو توا مازال ما فما حتى حكم معناها صادر ضده، مازال حاله ايقاف. وقلت لك النيابه العموميه استنفت، نحن طالبين من النيابه العموميه ومن السيد وزير العدل اخذ بعين الرحمه وتعلق التعجيل في تعيين القضيه في دائره الاتهام، لانه بما انه حاكم التحقيق افرج عليه، انا عندي قناعه كما هو عنده قناعه 1000% وفكرهن اللي الكل ما عنده حتى شيء وباري. شكرا ليك سامي جبل، احنا طبعا ما ندخلوش في القضاء وما نعرفوش حيث لا هو نيدي ومش انتم مش تدخلوا في القضاء، وانا حبيت تفهموا. لا احنا لا انت لا حتى حد نجم بالطبيعة ما يعرف شنو بالضبط الحيثيات. انت حبيت توصل صوتك، تعتبر انه بقائه في حاله ايقاف يعني هي اللي مش معقوله، على الاقل التعجيل في اصدار حكم، وخلي تتفضل المشكله هذه ويواصل يعني نداء الناس الكل انه التعجيل في الحكم في القضايا الكل معناها، وانه بقى برشا ناس في حالات ايقاف لمده اشهر من غير حكم في القضايا نتاعهم حاجه بطبيعه تقلق الناس الكل. وان شاء الله نكون وصلنا صوتك سامي جبل، شكرا.